اهلا وسهلا بقناة رورو كيمز. اليوم راح نلعب ساكورا. اليوم طبعا ايش اوكي ما بعرف شو اسوي، بس انا شو جديد هون؟ في شي مسكر؟ ليش كان مي؟ في شي مل... في شي غلط بالمي. طيب اوكي، وفي شي هون؟ لا. اذا نروح هون اوكي نشوف املي وابصر ايش. اوكي شوف جاردن هاوس، ليش لا؟ ما هو لونها يعني مش فاهمة. اوكي طيب، ما في اشي هون. لا بدي بيت يكون كبير، بس يكون فيه عليه ناس. اوكي مو مشكلة، بشوف هون. اوكي بروح هاي. اوكي اروح هون. اوكي هاي حضانة، هاي حضانة. اوكي وانا راح اصير اساعد الاطفال اللي لازم اللي بيكونوا هون. فانا مبدئيا راح احاول، راح احاول اناديهم يحبوني شوي او اعطيهم كيكة. طيب يلا بسم الله. اه والله بيجي جد، توقعت ما بيجي. قبل مرة حبوني. اوكي بشوف اذا بحبني ولا طفل لانه ما بحبني. اعطاني 30 درهم. اوكي طب بدري يحبني. استنوا اذا انا رحت عند بيتي ورحت جبت هذا الاشي السحري، ايوه هذا، وانا اروح هنا. ايه بلحقوني. اوكي مين اللي كنت احكي له كثير؟ صراحة بدي بعرف ايش، بس قبل اعطيك. ما بتقدر تحبني يعني، بس اذا ما بقدر اعطيه اشي. صار يحبني كأنه. اوكي يا تعالوا يلا بدنا نروح. وين؟ اي لا حتنروح هون. يلا انا المعلمة وهم لازم شوي يحترموني. اوكي هروح هون نشوف هاي الحضانة. كراسي ونتعلم ابل كلمات. اوكي هون اظن الكاشير، هون ونطلع برا. اوكي هنا اي حدا بقدر يطلع. هذا حمام. اوكي وفوق في مطبخ وغرفة العاب وزي مكياج وهيك اشياء. بس يلا بجيبهم الاثنين بنقعد. اقعدوا وين واحد ثاني؟
اوكي هون بعلمه كيف يكتب، بس كأنه ولا مهتم. طب هات نسرق شنطة. بقدرش طيب بدأت تسوق معي. وات اكشن شايفين كيف شكله صراحة عجيب، بس اوبس بالغلط صدقني بالغلط. بالغلط ضربته يعني، مش قصدي. مش قصدي اضربه. طيب هو بس، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.